12 مرشحا فرنسيا بينهم 4 نساء سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية للجولة الأولى المقررة في 10 أبريل الحالي، فمن أبرزهم؟ نبدأ من الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وينتمي لحزب الجمهورية إلى الأمام، حيث يعد الأوفر حظا لتسلم سدة الرئاسة حسب استطلاعات الرأي. ويسعى ماكرون إلى إجراء مزيدا من التخفيضات الضريبية ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما. ثانيا المرشحة اليمينية مارين لوبان، وتنتمي لحزب التجمع الوطني، وتخوض ثالث انتخابات رئاسية، تعد المنافسة الأقوى لماكرون وتحتل المرتبة الثانية حسب استطلاعات الرأي. ومن أهم ما يميز برنامجها الانتخابي تركيزها على هواجس الفرنسيين بشأن تحسين سلم الرواتب. ثالثا مرشح معسكر اليسار جون لوك ميلانشون عن حركة فرنسا الأبية، ويحتل المركز الثالث حسب استطلاعات الرأي. برنامجه الانتخابي يدعو إلى القطيعة مع الليبرالية الاقتصادية وصياغة دستور جديد، ويؤمن بجمهورية سادسة تكون أكثر برلمانية وتشاركية. تليه المرشحة فاليري بيكريس عن حزب الجمهوريين اليمينيين والوزيرة السابقة في حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي، وتعرف بأنها حازمة في الشؤون السيادية والليبرالية في الاقتصاد، مع دعواتها لاتخاذ إجراءات بتحسين القدرة الشرائية. خامسا المرشح اليميني المتطرف إريك زامور عن حزب استعادة فرنسا، خطابه أكثر تطرفا من المرشحة مارين لوبان، ويدافع عن برنامج راديكالي لمحاربة الهجرة مع نظرة ليبرالية للاقتصاد. أما بقية المرشحين فهم كل من المرشح يانيك جادو وينتمي لحزب الخضر، وفابيان روسيل مرشح الحزب الشيوعي الفرنسي، ومن بين المرشحين أيضا آن هيدالغو عن الحزب الاشتراكي، إلى جانب المرشح نيكولا إينان مرشح حزب نهضي فرنسا، وكذلك المرشح عن حركة لنقاوم جان لوسال، وفيليب بوتو مرشح الحزب الجديد المناهض للرأسمالية، وأخيرا المرشحة ناتالي أرتو عن حزب النضال العمالي. فهل سيعيد الفرنسيون انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية جديدة مدتها 5 سنوات أخرى، أم أنهم سيسلمون مفتاح قصر الإليزيه إلى رئيس جديد؟